يتزامن اليوم الموافق 12 من سبتمبر مع الذكرى الثانية لرحيل الكابتن عزمي مجاهد، أحد نجوم ورموز الكرة الطائرة في نادي الزمالك ومنتخب مصر. عزمي مجاهد ابن البلد الذي تميز بالكرم والشهامة وخفة الظل وحب جميع من حوله، صاحب المواقف الوطنية الخالدة التي دافع خلالها عن مصر وجيشها خلال ظهوره الإعلامي وتقديمه برامج سياسية على مدار سنوات عديدة. ونال عزمي مجاهد لقب أفضل لاعب في الكرة الطائرة على مستوى إفريقيا في عام 1974، كما توج بجائزة أفضل لاعب في مصر في عدة مناسبات خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وساهم في تتويج الزمالك ب23 لقباً متنوعاً، كما شارك مع منتخب مصر للكرة الطائرة في دورتين أولمبيتين، بالإضافة إلى تمثيل الفراعنة في كأس العالم نسخة 1975، واختياره ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عن عام 1978. كما كان عزمي مجاهد عضواً لمجلس إدارة نادي الزمالك، كذلك شغل منصب مدير المركز الإعلامي بالاتحاد المصري لكرة القدم، ومنصب مدير إدارة المتابعة بالاتحاد حتى وفاته. كما قدم عزمي مجاهد نجله أمير لإكمال مسيرته داخل القلعة البيضاء، ولكن من خلال لعبة كرة القدم، ليحمل أمير عزمي مجاهد راية الدفاع عن ألوان قميص الزمالك خلفاً لوالده خلال عدة مواسم. رحم الله أسطورة الكرة الطائرة في نادي الزمالك ومنتخب مصر، وأحد أبرز من شغلوا مناصب إدارية في الرياضة المصرية ابن البلد عزمي مجاهد، لن ننساك أبداً.